كان شخص غير عادي ومميز في الذكاء وفي حب مصر ما يتوصاش عنده انتماء. حب الكنيسة ما حب من غير انتهاء، ما تتوصفش قدي. رجل سلام ورجل عطاء ورجل صلاة وفي كل حاجة يروح وياخد رأي الله. وقت المحن وقت المشاكل وقت كان لسه ما بيرفع عيني. ثروة بلدنا وكنزانا طيبين كدموها بمحبة، وده كان إنسان تقي. ثروة بسيلي بجد كان خادم أمين. مع السلامة وداع إلى أن نلتقي. كان إبراهيم جوهري التاني وعمل كتير، خدم بحب وبتفاني خدمة بضمير. كان قلبه باصص للسما النفس الأخير، شوق الوصول ليها مالي. أسطورة فعلا في العطاء، عطاء بسخاء من غير تفاخر أو تباهي أو رياء. وكل خير كان يعمله كان في الخفاء، وده شيء هيتكافئ عليه. ثروة بلدنا وكنزانا طيبين كدموها بمحبة، وده كان إنسان تقي. ثروة بسيلي بجد كان خادم أمين. مع السلامة وداع إلى أن نلتقي. دكتور وصانع أدوية لشفا النفوس، كان مدرسة وحياته مليانة بدروس. غني بالفضائل مش غنى بس بفلوس، والله بحب الناس غني. مصباح ونور في كل سكة مشيها بان، والناس كتير مروا بضيقة فتح بيبان. صوت الكنيسة وصلوا لأبعد مكان، نسيتي فيها تفضل تشهد لي. ثروة بلدنا وكنزانا طيبين كدموها بمحبة، وده كان إنسان تقي.
ثروت بسيلي بجد كان خادم امين. مع السلامة عدا إلى أن نلتقي.